والله كانت جنازة مهيبة، يعني جزاه الله خير الأستاذ حمزة منصور أمس بعد أن تمت مراسيم الدفن ألقى كلمة جميلة جدا ومؤثرة. وطبعا الشيخ حمزة منصور خطيب مفوه، وحضر الناس بكثافة، قيادات الحركة الإسلامية في الأردن، قيادات من حماس، عامة الناس، حتى قابلت زملاء له كانوا معه في الجامعة، في جامعة الملك عبد العزيز في جدة، في جدة، بعضهم لم يقابله منذ ذلك الوقت. لما سمع بالوفاة جاء وحضر المراسيم. طبعا احنا عندما دخلنا المسجد انا لما وصلت كان مسجى رحمة الله عليه، كان نائم، كانه نائم رحمة الله. طبعا جاءت هي وفاته صاعقة، كانت حقيقة يعني كل من مفاجأة يعرف فوجئ بذلك، لكن هو حصل الحدث عندك أظن يعني بدأت. يعني هو يعني حقيقة هذا يعني حتى نتحدث حتى طبعا عن وائل أبو هلال. نعم وائل أبو هلال، يعني نحن نتحدث عن حادثة دائما نذكر الناس فيها، ونتحدث أنه الموت يأتي فجأة دائما أو قد يأتي فجأة والناس لا تدرك حقيقة. إحنا قضية الأخ وائل أبو يحيى رحمه الله جاءت أمام عيننا، يعني أنه شخص أنت تجلس معه تتناول غداء، وقبل ذلك كنا في حديقة رجنت بارك وهو يقول أنه ثلاث ساعات قال هاي كنت أنا بحاجة لهذه منذ وقت طويل، وهذا يوم عظيم جدا بالنسبة لي، مرتاح جدا ويبتسم ويضحك ويمزح، وثم نذهب إلى البيت نجلس نتغدى ونأكل وكذا، وفجأة تحصل هذه الحادثة سبحان الله العظيم. يعني وكأنه حلم بالفعل، يعني حلم يمر على الإنسان في لحظات ويشعر بأن هذه الدنيا يعني في أي لحظة لا تساوي شيئا. هو البحث دكتور على الراحل رحمه الله الأستاذ وائل أبو هلال، كل من بحث حتى لو دخلت على جوجل لن تجد له صورة إلا وهو مبتسم. كان رجلا دائم الابتسام، كان متفائلا، سواء عرفته ساعتين أو عرفته عقدين أو عرفته أكثر من ذلك، كل من عرفه سواء كان قريبا منه أو بعيدا من هذا الرجل عرف أنه كان مخلصا، كان يقدم القضايا الوطنية، كان رغم اختلافه مع تيارات أخرى فيما يتعلق في العمل الفلسطيني وهو ابن المدرسة الإسلامية، لكنه كان متسامحا، كان يحرص دائما على وحدة الصف. وفي آخر أيام قبل أسبوع وكان في لندن طبعا، يعني التقيته وكان كعادة متفائل ودعنا إلى العشاء، وقال سأكون معكم يوم كذا يوم الاثنين، وقال رتبوا أنا أحب يعني العشاء الفاخر وأحب السهرة وأحب الدردشة، وكان رجلا مفعما بالحياة. جاءت وفاته مفاجأة فعلا وصادمة، وكل من عرف هذا الرجل ومن ثم قرأ عن أدواره القيادية وعن عمله الوطني، يعني عندما يلتقي يشعر بأن رجل بسيط، رجل متواضع، رجل يعني عادي، لكن من يقرأ اليوم في سيرته وما قيل عنه وحجم التويتات على التويتر أو على الفيسبوك أو حتى كلمات سياسيين، لو كنت تستمع لكلمة رئيس المكتب السياسي لحركة حماس ترى تعيد قراءة المشهد مرة أخرى، تقول لك كنت أمام قامة وطنية وشخص متفاني وشخص يحب أن يعمل كجندي مجهول. هو أهم ما يميز المرحوم وائل أبو هلال أنه كان فوق كل الخلافات الفصائلية. يعني أنا يمكن الملاحظة أو حتى كتبتها على تويتر، لو بحثت عن رجل من أبناء الشعب الفلسطيني بعيد عن كل الاستقطابات وبعيد عن كل الانقسام فهو وائل أبو هلال، ولذلك نجح في دوره في تأسيس، يعني هو كان فاعلا بالضبط في مؤتمر فلسطيني الخارج، يعني هو كان من أنجح، خلينا نقول بلاش ننسب كل المؤتمر له، لكن كان من أنجح المؤسسين لهذا المؤتمر، كان من أنجح الفاعلين في هذا المؤتمر، وكان له دور كبير سواء في هذا المؤتمر أو في خارج هذا المؤتمر. أيضا هذا الرجل إذا ذكر فعندما تتذكر عفة النفس. يعني أنا شخصيا ما مر علي في حياتي رجل عفيف نظيف طاهر لم يتكسب فلسا واحدا من قضية فلسطين مثل هذا الرجل. أنا بحكي لكم حادثة حدثت وأنا كنت واقف عليها، ويمكن ما أحد يعلم بها بما في ذلك عائلته.
أنا حاولت أنه من خلال شخص ما أنه نقنعه بأن يكتب مقالا. هو يكتب طبعا, هو يكتب في كل المواقع والصحف, وقلمه جيد ويكتب مقالات رائعة. والأهم من ذلك أنه إعلامي اشتغل في قناة القدس, يعني إعلامي فلسطيني ويكتب في الموضوع الفلسطيني, فهو يكتب. ما المفاجأة التي تتفاجأها بأنه لم يتقاضى فلسا واحدا في حياته عن مقال كتبه, عن مقال كتبه. ففي مؤخرا في الشهور الأخيرة يعني أوصلنا له عرض بأنه يكتب مقالا في مكان ما ويأخذ مقابله مقابل مالي. فمش فقط رفض, ويعني ما أبلغت به أنه تضايق زعل أنه كيف يعرض عليه أن يكتب ويأخذ مالا. هو يكتب لفلسطين وعن فلسطين ومن أجل فلسطين, ولا يتقاضى مالا, علما بأنه لا 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 يوجد ما يعيب ذلك. يعني أنا واحد, أنا المتحدث الذي أحدثكم والذي كنت وسيطا في ذلك, أتقاضى مالا عن المقالات التي أكتبها ولا أخجل من ذلك. يعني هذه مهنتنا. الأخ الأخوائل أنا بعرفه منذ 26 سنة, وليست فقط معرفة صداقة, معرفة عمل معا, المبيت معا, العمل معا, السفر معا. أنا أول مرة بعرف الأخ وائل عام 1993, وكان قادما من لبنان, وكان عند المبعدين في ذلك الوقت في مرج الزهور, في مرج الزهور, وكان ذهب إلى لبنان وإلى مرج الزهور ليزور المبعدين, ومن أجل أن يكتب مذكرات المبعدين ووجودهم وطريقة حياتهم في ذلك الوقت, ويؤرخ لهذه المرحلة. فكما قلت قلم سيال. عندما جاء إلى هنا استقبلته في المطار في عام 1993, لم أكن أعرف وائل, لكن عندما رأيت وائل في المطار أول مرة وكأني أعرفه منذ زمن طويل. ذلك الرجل صاحب البسمة المستمرة, صاحب الروح الخفيفة, النكتة التلقائية. يعني كان أبو يحيى كان يأسرك بنكاته الجميلة. يعني كان دائما يذكرنا أبو ناجي, يذكرنا بشيء دائما كان يضحك عليه. يقول عندما جيت إلى المطار هنا ما كان في موبايلات وكذا, أنا ذهبت إلى المطار لأستقبله, فهو أنا كأنه تأخر لم ألاقيه في المطار, فاتصل في البيت فردت عليه أم أنس, فقال لها وين أبو أنس؟ قالت له بنتظرك في المطار. قال لها وصفي لي أبو أنس. قالت له طويل وأشقر عيونه زرق. قال لها يختمهم بكل اللي حوالي طوال وشكر. فكان روح اللطافة والتلقائية التي تخرج بتلقائية غير نسميها مش معد لها, هذه كانت تحبب إليه الناس. بس أعرف الحاجة المثيرة الحقيقة في قصة أبي يحيى. أنا طبعا تعرفت عليه في عام 1990 في الأردن قبل أن آتي إلى بريطانيا, تعرفنا هناك. لكن أنا لم أكن أعرف أن لديه هذه الموهبة الأدبية, لأنه هو لم يبدأ يكتب بشكل منتظم إلا قبل عامين تقريبا. حتى ظهوره في الإعلام في التلفزيون قريب. صحيح. يعني كنا بالأول نحاول نقنعه أنه يطلع, كان عمله لا يسمح بذلك لأن له مهمات معينة كان لا يسمح بذلك. هذا الرجل بمجرد أن بدأ يكتب أصبح له قراء, بمجرد أن بدأ يظهر في التلفزيون أصبح له مريدون. وهو في عز عطائه وفي بداية عطائه يكتب الله عن يأتيه الأجل. هذا دكتور يذكر بالآية القرآنية, فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. هناك كتاب يكتبون منذ 20 عاما, لو ذكرت لك اسم واحد منهم لا تعرفه. ووائل أبو هلال يكتب منذ عامين, والآلاف يقرؤون له والآلاف. أنا حطيت اسمه على تويتر أو حطيت اسمه على 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 تويتر أشوف الناس اللي معلقين, وجدت أعداد هائلة من البشر ومختلف التيارات. حمد, يعني أنت تقرأ مقالات طبعاً الراحل أبو يحيى لا تستشف أنه هو فقط يميل إلى فصيل معين أو إلى تيار معين. لا لا, هو شخص غير خاصة في الكتابات فيما يتعلق بالشأن الفلسطيني, خطابه خارج إطار الفصائل. وطني وحدوي, يتكلم عن القضايا, وحتى آخر لقاءات تلفزيونية كان يتكلم عن
ضرورة يعني وحدة الجهود الشعبية الفلسطينية مختلف التيارات. حتى لما بينتقد يعني حتى لما هو بيعبر عن موقف سياسي معين وكان ينتقد الآخرين لا ينتقدهم بالطريقة التي تسبب عداء يعني أو تكرس انقساما. كانت بروح كان طيبة. بروح طيبة. بروح طيبة. يعني حتى عندما يعني مثلا هو المؤتمر هو مؤتمر عمليا بديل لمنظمة التحرير، لكنه في نفس الوقت يطالب بإصلاح منظمة التحرير. وأنا أؤكد لك إنه هو كان مستعد إنه لو أصلحت أو لو كانت جهود إصلاح منظمة التحرير جادة مستعد إنه هو يخرج من هذا المؤتمر. بمعنى صحيح. إنه هو رجل صادق، هو فقط يعني عاش من أجل فلسطين. هذا نموذج. أنا أول ما توفى وأول ما صعقت بخبر وفاته قلت هذا هو نموذج للاجئ فلسطيني يشرفنا أن ينتمي لفلسطين ويشرفنا أن ننتمي لهذا الشعب. هذا نموذج اللاجئ الفلسطيني العظيم، هذا نموذج اللاجئ الفلسطيني. هذا الرجل كان عمره 7 سنوات عندما انتكست الأمة العربية بهزيمة عام 67، كان عمره 7 سنوات. منذ تلك اللحظة كانت الأمة منتكسة وهو ينهض ويحاول أن ينهض، يعمل كرس حياته منذ ذلك التاريخ للعمل من أجل فلسطين. فلسطين هي قضيته. عاش يعني الدول التي عاش فيها وغادرها يعني يمكن على الأقل 10 دول غادرها فقط من أجل فلسطين. أقام وغادر فقط وكان في كل مرة فقط من أجل فلسطين. البوصلة كانت باستمرار فلسطين. صحيح. فلسطين. صحيح. وكان ذلك كان دائما يقول وائل أبو هلال من أقرب 7 حمايل. يعني شوف اللي هي الانتماء للبلد والانتماء إلى القرية والانتماء حتى إلى الحمول. وائل أبو هلال فلسطين أقرب 7 حمايل. كان الأخ وائل الله يرحمه تقبلوا فعليين، كان في عنده مجموعة شعارات وكان دائما يردد هذه الشعارات، وحتى أصبحت في الملتقيات، أصبحت في المؤتمرات، أصبحت في الجلسات حتى العامة والخاصة. لما تمشي أنت وياه كنا دائما نسير حتى في الليل نكزر في اسطنبول ولا في بيروت ولا في لندن ولا في غيرها، في عنده مجموعة شعارات. وكان من أجمل الشعارات اللي كان يتحدث عنها فيه كان عنده 5 شينات. فكان دائما يقول الشعب، الشباب، الشورى، والشراكة، والشرعية. 5 قضايا أساسية كان يتحدث فيها. دائما يقول لك الشعب يريد، ولذلك نحن في زمن، ولذلك انت لاحظ حتى في مقابلات التلفزيونية كان دائما يركز على قضية الشعب يريد، واحنا في زمن الشعب، وفي قصة وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. فكان دائما واحنا نتحدث يقول يا أبو أنس احنا لازم نقدم للناس ما ينفعهم، لا نكتفي فقط بالشعارات، لا نكتفي فقط بأنه احنا نقول لهم بدنا يجب. شوف كان حتى يتحدث عن نموذج تركي، انه انت نموذج التركي قدمت حركة اللي هي الحزب الحاكم قدم للناس ما ينفعهم ولكن انتخبوه. فاحنا كحركة إسلامية، احنا كأحزاب يجب ان نقدم للناس ما ينفعه. فالشعب والشباب، وكان يركز على قضية الشباب بشكل كبير جدا، انه يجب ان ياخذ الشباب دورهم، ثم الشورى او الديمقراطية والشراكة مع الاخر ينبغي ان يشارك، والشرعية بانه نكونن هذا العمل يصبح. بس تعرف ابو انس، انا لاحظت في الفترة الاخيرة وكنا في اسطنبول قبل الفترة، حتى عزمنا احد الاخوة في اسطنبول وجاب لنا سمكة شكلها عجيب جدا. كان معكم وائل؟ كان معنا، والطباخ راح حط كل الفلفل اللي عنده. قبل فترة كان دكتور ولا؟ الشهر الماضي. يعني قبل شهر ونص تقريبا. شعرت إنه هو دائما مبتسم. صحيح. دائما وضاء. صحيح. وخفيف الروح، لكن شعرت إنه في هم. طبعا هي القضية، هي الظرف الذي نعيشه، هي ما يحدث في سوريا. طبعا هو في موضوع سوريا كان من أكثر الناس يعني حماسة للثورة السورية ودفاعا عن أهل سوريا. صحيح. فأنا شعرت إنه هو بالفترة الأخيرة بدأ يغلب هذا الهم اللي في داخله على حياته الشخصية. على حياته يعني يبدو سبحان الله. أنا لا أدري طبعا إحنا مين كان يعرف إنه بده يحصل معه اللي حصل، لكن نحاول نفهم إحنا أقدار الله كيف تسير. يعني إنسان في عز عطائه فجأة يختطف هكذا، يبدو في أشياء تعتمد في نفسه كانت بسبب أوضاع الأمة، أوضاع القضية. لا هو بالتأكيد أخي، هو بالتأكيد
كان مسكون مسكون يعني يفكر بالليل والنهار في موضوعنا الفلسطيني وفي موضوع الأمة. وأنا يعني لعلي أذيع سر لأول مرة، بجوز حتى عدد كبير بجوز حتى أهله لا يعرفونه، أنه كان يتصل باستمرار ويقول كيف يمكن أن نغيث أسر في الغوطة، الغوطة كيف يمكن أن نغيث أسر في حلب، وأنا دبرت بطريقة أو بأخرى شيء لنرسله إلى الغوطة، نرسله إلى حلب، نرسله إلى يعني ليس فقط قضية الهم الفلسطيني، الهم الفلسطيني، هم اللي حصل في مصر، الهم اللي حصل في الأمة. كان آخر تويتات له كانت عن مصر وعن سوريا بالضبط. فكان الرجل أنا أشعر إنه كان يذوب، يعني عمليا كان متمثل قضية الأمة، ليس فقط القضية الفلسطينية، قضية الأمة بشكل عام وهم الأمة، وأنه يجب أنه إحنا ننهض بالأمة، يجب أن نتحدث دائما باسم الأمة. كان هذا أعتقد أنه هذا كان له أثر كبير جدا على شخصيتي. نموذجه يذكرني بأحمد قتيش الأزايدة. نعم رحمه الله. اللي نفس الشيء، كان رجل عايش للقضية وذبل في عز عطائه. أيضا يعني فيها النماذج، يعني يعني حكمة الله لا ندركها نحن، لكن انت بتتأسف انه فعلا الناس في عز عطائهم ويختلفون. بس دكتور، يعني هو هذول سواء وائل ابو هلال او الأزايدة او من هم في امثالهم، هذول عاشوا حياتهم كلها بالعمل العام والعمل من اجل فلسطين والعمل لله دون ان يتكسبوا. هذا في الستين سنة اللي عاشهم اشتغل عن 600 نفر أو عن 6000 نفر أو عن هذا 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 ينطبق عليه حديث الرسول عندما أرسل بثلاثة رجال وبعث لقائد الجيش، قال الرسول أو قال له أرسلت لك بثلاثة آلاف رجل، عمر بن الخطاب عندما أرسل بثلاثة رجال قال له أرسلت لك بثلاثة آلاف رجل، كل رجل بألف وانتصر الجيش المسلمين في تلك المعركة. يعني فعلا كانوا ثلاث رجال كل رجل بألف. هذا الرجل عاش 60 عاما أو 58 سنة عاماً. لكن 58 سنة اشتغل فيهم عن 850 نفر، كل واحد منهم عاش 58 سنة. يعني أنت لو حسبت العطاء المتواضع مع عدم التقليل طبعا مع عطاء الناس، يعني كل يعني كثير من الناس أيضا قدموا لقضايا الأمة وهذا لا ينكر، لكن إنك تجد واحد كرس حياته من أجل هذا الهم، هذه هي الحالة النادرة حقيقة، حالة نادرة يعني. والحالة الخاصة أيضا محمد أنه كرس هذا الهم وعمل بصمت دون الخطابات الرنانة ودون الاستعراض ودون المباهاة أمام الناس. كان يعمل بصمت وكان يعمل من أجل القضية الفلسطينية والقضايا الوطنية. أيضا أذكر يعني في العزاء اللي عقد هنا تحدثت أو ذهبنا لمواساة زوجته أم يحيى، فقالت يعني وهي تتحدث عنه قالت إن هو كان مع كل هذه الهموم والقضايا اللي كان دائما ينشغل بها كان يحب أن يأتي إلى لندن لأنه كان يشعر بأنه هاي قيمة الحرية اللي موجودة في بريطانيا. هو يحب هذه القيمة، هو يحب حرية الفكر، يحب حرية التفكير، حرية الكتابة، حرية الاعتقاد. فكان هذه القيمة يعني كانت من الأشياء التي تحببه للقدوم إلى لندن، وكان يدعو دائما أن يترك يعني الأمر للناس ليقرروا وأن يترك الأمر للشباب ليفكروا وأن تفتح هذه النوافذ المغلقة وهذه السجون الكبيرة في العالم العربي. هو يرى أن كثير من حلول أو لمشاكلنا هي في تعزيز قيمة الحرية وإعطاء الناس حقهم في التفكير وفي القرار وفي العمل بكل حرية. وذاك كان عنده هو شعار برضو أنا ذكرت في يعني أثناء الحديث أنه كان عنده مجموعة شعارات، فكان من شعاراته كذلك المذكورة عنه أنه هو دائما كان يتحدث عن الحرية التي سقفها السماء. يعني دائما كان يدعو إلى هذا المبدأ أنه إحنا نترك للناس الحرية، نترك للأجيال، للشباب، للأمة، للناس أن يتحدثوا. لذلك بالفعل كانت قضية زيارة لندن، ولعل الله سبحانه وتعالى أراد أنه هو يعني يموت هنا في هذه البلاد، اللي هو كان دائما يحب أنه يأتي إلى لندن لأن لندن كانت أو بريطانيا تشكل له قيمة من قيمة الحرية. يعني هناك حرية كبيرة جدا، وكان دائما يقول لكل لنا ويقول تقول زوجته كذلك جزاها الله خير وربنا يعينها ويصبرها، كانت تقول أنه كان دائما
يحب أنه هو يجي على بريطانيا، لأنه كان دائما يقول، حتى قالتها بإنجليزية، كان تقول، كان هي قالت I like London، لأن لندن كانت أو بالنسبة له تمثل رمز من رموز الحرية، حرية الكلمة، حرية التصرف. وشايف الناس اللي عايشين في لندن بيستطيعوا يمارسوا نشاطات لا يملكون الحرية لممارستها في أي مكان في العالم العربي. هذا صحيح. فعلى كل حال احنا بكل تأكيد فقدنا قامة من قامات الشعب الفلسطيني. ربما كثير من الناس لم يسمع بهذا الاسم، لكن هذا الرجل قدم لفلسطين الكثير، قدم للأمة الكثير. مواقفه مواقف تعتبر، كان مديرا عاما لقناة القدس، هذه القناة التي تعرضت للعدوان الإسرائيلي وصحفيها تعرضوا للعدوان الإسرائيلي، وكانت تكشف الحقيقة خلال 3 حروب على قطاع غزة. كان ناشطا، كان أحد مؤسسي مؤتمر فلسطيني الخارج، يعني حتى وإن اختلفنا مع المشروع، وحتى وإن انتقدنا هذه هذا المشروع كمؤسسة، لكن هي أول محاولة في تاريخ الشعب الفلسطيني لإيجاد بديل عن منظمة التحرير. يعني هذه أول تحرك عملي، أول محاولة عملية لإيجاد بديل. هذا الرجل يعني يكفي أننا أمام شخص، سواء كان معروفا أم مغمورا، نحن أمام شخص. بس تعرفت على قصة معروف ومغمور، هو مش مهم أنه يكون معروف على نطاق واسع، بس المهم أنه لم يعرفه أحد إلا أحبه. أيوة طيب. ايوه هل كان في بيت العزاء دكتور الذي عقد في بيت العزاء كل من تحدثوا وقال بعضهم قال هو عضو في المؤتمر الشعبي الفلسطيني الخارج دكتور كامل حواش، قال اني عرفته لساعتين اثناء احدى الاجتماعات ولكني دون ان اعرف من هو ولا اسمه احببت هذا الرجل، وثانيا احببت فيه روح الحرص على التوافق. كان كلما ترتفع درجه حراره النقاش ويشعر، وهو ليس مشروعه المؤتمر الشعبي الفلسطيني الخارجي لوحده، لكن عندما يشعر ان هذا النقاش سيحتدم ويحدث نوع من الانشقاق كان يرفع طفايه الحريق ويتدخل ويعيد النقاش الى درجه الحراره المقبوله التي يمكن فيها ان يعني يستمر هذا المشروع. وعلى فكره هاي المواصفات التي نحن نعلمها فيه او شاهدناها فيه لها انعكاس على طريقه تعامله مع اهل بيته. صح. يعني انا زرته مرات كثيره في الدوحه، وآخر مرة قبل يمكن شهر ونص كنا في زيارة لقطر، وكان يحب كل ما نروح على قطر نطلع على الشط. صحيح. نجلس بالأمسية هيك، وكانوا كل بناته إلا واحدة موجودات، وكان ابنه يحيى موجود، وجلس تعامله مع بناته وابنه تعامل الصديق وليس تعامل الأب، يعني ليس من علي. ولذلك ديمقراطي، يعني نموذج عائلي تواق يتوق إليه المرء، إنه أنت أولادك مش لازم تكون العلاقة بينك وبينهم علاقة الآمر الناهي فقط، وإن كان هذا في له مراحله، وإنما علاقة الصداقة والود اللي بتخليهم لا يخفون عنك سرا ويفتحون لك قلوبهم. دكتور ذكرتني في أول مرة أنا ألتقي فيها وأتعرف فيها بهذا الرجل، كان هو عنده مركز تدريب، يعني كان مشروع طموح، مركز طموح في دبي. أي نعم، للتدريب والاستشارات. فأنا كنت في زيارة له، فأفاجأ بأنه هو، وأنا طبعا خجلت خجلا شديدا في تلك اللحظة، أفاجأ بأنه هو حكى لي شو تشرب، حكيت له نشرب الموجود، قهوة بنشرب إذا في عندك، حكى لي موجود في قهوة في شاي، قلت له بشرب قهوة اللي هو قايم يعمل لي إياها بإيده. فأنا وطبعا في شخص ثاني وهذا، فأنا غمزت الشخص الآخر اللي هو موظف من موظفين، ويمكن هو فبحكي لي لا هذا أبو يحيى ما برضاش يخليني أعمل لك قهوة إلا هو يقوم يعمل القهوة. هو طبعا أكبر مني عمرا وقدرا، أبو يحيى في علاقة بين علاقة شخصية وعلاقة عائلية، يعني إحنا العائلة كنا في الصيف الماضي معا في إسطنبول. أولا من ميزات أبو يحيى أنه في غاية الكرم، كريم، يعني تخيل انه هو بجوز ما احد كان يذهب للدوحه الا ويحاول انه هو يدعوه الى بيته. لما كان في الدوحه، لما كان في سوريا نفس الشيء، وهكذا. كان احيانا سبحان الله، تحدثني زوجته تقول كنا يوم الجمعه، هذا يوم للعائله،
لكن كان يتحرج ويقول يا جماعة يا بنات يا أولاد ما سمعتوا عن حدا موجود في الدوحة نأزمه اليوم؟ يعني تخيل إنه ما في حدا هيك نجيبه ونكسب فيه أجر ندعوه عندنا. وهذه هي أخلاق الكرم، الأخلاق الإسلامية. وبالتالي ذكرني هذا بموقف